ولد ذكي يعثر على متبرع بالكلية لوالده مسكين. إذا كنتم من مدمني الإنترنت لابد أن تكونوا قد سمعتم عن الطفل الذي ظهر لأول مرة على الإنترنت برفقة والديه. إنه الطفل سام جرينر والذي كان حينها يبلغ 13 شهرا. إنه الآن 7 سنين وهو يستغل شهرته بغية مساعدة والده في العثور على متبرع بالكلية، حيث يعاني الأب المسكين من قصور كلوي ويخضع لغسيل منذ 5 سنين، ومنذ حينها لا يستطيع الوالد أن يعمل كما، وسنوات حياته باتت معدودة أيضا. لذا فإن أسرته يأملون أن يساعدهم المحسنين بالتبرع من خلال نشر صورة لهم في أول زيارة لشاطئ البحر. وإذا أردتم التبرع يمكنكم إعساد الولوج إلى الموقع من خلال مشاهدته من الفيديو هذا.